التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد سمة من سمات إيطاليا التي أخذت تستأثر العاصمة طرابلس وسط رضا كامل للرئاسي المنتهي الذي وصفه المتظاهرون بطرابلس في وقت سابق بالعملاء والخونة. تهرب السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني في لقاء تلفزيوني على قناة ليبيا من حقيقة وجود طائرات إيطالية تجوب سماء ليبيا، وأضاف بأنها قد تكون صربية أو إسبانية لكنها ليست إيطالية. ماذا تفعل هذه الطائرات غلف ستريم في الجو الليبي؟ ليست طائرات إيطالية. أنت على علم بذلك إذن؟ ليست طائرات إيطالية. إذا يعني الخبر صحيح لكن يعني ولكن ليست طائرات إيطالية؟ المجرد حقيقة هي ليست طائرات إيطالية. لكن هل تقلع من جنوب من قاعدة جنوب إيطاليا؟ لإيطاليا. ليس إيطالية. ليس طائرات إيطالية. يعني هل هناك مشكلة في الصحف والإعلام الإيطالي؟ هذه معلومات يقولها الإعلام الإيطالي في إيطاليا، تقولها الصحف الإيطالية، لا نقولها نحن سيد بيروني. الحقيقة هي أن هذه الطائرات ليس إيطالية، إذا كان صربية أو إسبانية أمريكياً؟ أو مغربية أمريكية؟ لا أعرف. طائرات أمريكية تقلع من جنوب إيطاليا؟ لا أعرف، لابد من أن تسأل ذلك للأمريكيين ليس لي. الليبيين هذا هو. بيروني أكد على أن ليبيا تشكل أولوية قصوى لإيطاليا، مدللا على ذلك قيام ثلاثة وزراء إيطاليين من الحكومة الجديدة بزيارة طرابلس في أقل من شهر واحد، وإشارته إلى رعاية رئيس الوزراء الجديد كونت المؤتمر الذي سيقام في الخريف المقبل، الذي يبدو أن الإيطاليين يسعون من خلاله إلى وأد اتفاق باريس ورفض إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. الانتخابات بأي ثمن، بأي تكلفة، بأي كلفة، حتى لو ضد رغبة الليبيين، لا نريد الانتخابات بثمن المزيد من الاستقرار، من عدم الاستقرار ومن الفوضى ومن النزاعات، نحن لا نريد ذلك. السفير الإيطالي لدى ليبيا قال أيضا إن الخطة التي خرج بها مؤتمر باريس في مايو الماضي كانت بيانا نهائيا مشتركا دون توقيع من الأطراف المشاركة، وأضاف أن الخطة التي نعترف بها هي خطة الأمم المتحدة، فرنسا تعترف بها وأمريكا تعترف بها. اليوم هناك من يثني على السفارة الإيطالية التي قدمت سيارات إسعاف وقمامة لبعض البلديات، لكن هناك من يعي خطورة المخطط الإيطالي الاستعماري في بلاده ولا يملك ذاكرة ذبابة حتى ينسى جرائم إيطاليا البشعة فوق أرضه، وحتما لن يكون عدد هؤلاء 30 نفرا كما ترى السفير الإيطالي.